بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد السلموني، أهلا وسهلا بكم على قناة STC سلموني تريدينج شانل مع كورس التحليل الفني في التداول. النهاردة إن شاء الله موعدنا مع الجزء الأول من سلسلة المدخل إلى دراسة الشموع اليابانية، حيث تعتبر الشموع اليابانية إحدى طرق تمثيل حركة الأسعار والسلع والعملات في الأسواق، سواء سوق الفوركس أو سوق الخيارات الثنائية. مبدئيا كده عندي ثلاث أنواع رئيسية لتمثيل حركة الأسعار: الرسم البياني اللي هو الشارت، رقم واحد المخطط الخطي لاين شارت، 2 مخطط الأعمدة بار شارت، رقم 3 مخطط الشموع اليابانية كاندل ستيك شارت. هنتكلم دلوقتي عن مكونات مخطط الشموع اليابانية. عندي نوعين من الشموع اليابانية اللي بيظهروا على الشارت. النوع الأول شمعة المشترين اللي هم الثيران البيرز، وبيكون لون الجسم أخضر شرائي، وسعر الفتح أسفل الشمعة وسعر الإغلاق في الأعلى، أدنى سعر في أسفل مستوى وأعلى سعر في أعلى مستوى كما هو موضح على الرسم. الثاني شمعة البائعين اللي هم الدببة السيلرز، بيكون لون الجسم أحمر بيعي وسعر الفتح في أعلى وسعر الغلق في أسفل، وأدنى سعر في أسفل المستوى وأعلى سعر في أعلى المستوى للشمعة. وعندي شوية ملاحظات على الشموع اليابانية. رقم واحد، الشموع اليابانية هي أساس التحليل الفني وأصل حركة الأسعار، ويمكن التداول بها فقط بدون استخدام أي مؤشرات أخرى. رقم 2، تعدد نماذج الشموع اليابانية يسمح لنا بقراءة وفهم الأسعار الحالية، بالإضافة إلى التنبؤ باتجاهات الأسعار في المستقبل. رقم 3، تسمح لنا الشموع اليابانية بمعرفة الجانب النفسي للمتداولين من خلال اسم الشمعة وشكلها وحجمها ولونها. رقم 4، يمكن استخدام نماذج الشموع اليابانية مع مؤشرات أخرى مختلفة للوصول إلى تحليل فني أدق وأشمل. رقم 5، توظيف نماذج الشموع اليابانية بشكل صحيح مع أي استراتيجية أخرى أكيد هيرفع من نسبة نجاح هذه الاستراتيجية ويؤكدها. رقم 6، تساعدنا الشموع اليابانية في تحديد نقاط الدخول وجني الأرباح بدقة عالية. رقم 7، إذا وصلنا إلى درجة عالية من احتراف الشموع اليابانية سوف يصبح بإمكاننا التداول بها بمفردها دون أي مؤشرات أخرى، وخاصة على الفريم اليومي، لأنها تسمح لنا بتحديد الاتجاه سواء كان صاعدا أو هابطا أو عرضيا، كما أنها تساعدنا في تحديد مناطق البيع أو الشراء وتحديد مناطق الدعم والمقاومة. رقم 8، أصلا في نماذج انعكاسية لها شروط معينة، إذا توفرت هذه الشروط يمكن معرفة الاتجاه الذي سوف تسير فيه الأسعار، علما بأن الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه هي مجرد علامة مبكرة على الانعكاس، وليس شرطا أن يحدث الانعكاس بعد تكون هذه النماذج مباشرة. رقم 9، إمكانية التداول بالشموع اليابانية بيكون أكثر دقة على الفريم اليومي، بعد كده يأتي فريم الأربع ساعات، أما الفريمات الصغيرة فبتكون غير مناسبة للاعتماد عليها في الشموع اليابانية. وعلى الرغم من ذلك فإن قوة الشموع اليابانية لا يمكن الاستهانة بها على الإطلاق. ويبقى السؤال، ماذا تعني لنا الشموع اليابانية كأجسام وكظلال فقط بدون الحاجة إلى أسماء؟ ماذا يحدث خلال تكون الشموع اليابانية بدءا من الافتتاح وحتى الإغلاق؟ كل شمعة تشاهدها على الشارت هي عبارة عن معركة حدثت بالفعل
في مدة زمنية محددة بين المشترين اللي هم الثيران والبائعين اللي هم الدببة. ويجب معرفة أنه عند التحليل باستخدام الشموع اليابانية نحن نحتاج إلى فهم ما يحدث داخل الشمعة وما حدث قبل تكون هذه الشمعة حتى نستطيع أن نتنبأ بما هو قادم، وبناء على ذلك يمكن اتخاذ القرار المناسب سواء بالبيع أو بالشراء. المحاضرة القادمة إن شاء الله نستعرض 3 مجموعات من نماذج الشموع اليابانية من حيث قوتها في التأثير على حركة السوق. وإلى أن نلتقي لكم خالص تحياتي، كان معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلم الرياضيات ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال. وفي النهاية أذكر نفسي وإياكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.